في ضيافة خامسة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا كبير القارة الأفريقية، إنه النادي الأهلي الذي يحل ضيفا هذا المساء ويصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس العالم للأندية. كان شريكا في هذا الرقم مع نادي أوكلاند النيوزيلندي، لكنه اليوم يصبح الفريق الأكبر. مصر غدا إن شاء الله تعالى أمام السنغال. كل الأمنيات لمحمد صلاح وبقية الرفاق مع منتخب بلاده مصر. كرة من ضربة ركنية تنطلق. علي معلول في هذا المكان المفضل ليس هنا، والتسديدة والكرة خطيرة. أولى أخطأ مجدي أفشة في استلام الكرة بين الشحات ومحمد هاني، يأتي بالعرضية في الكرات الماضية تبعد وتعود الآن لفريق السليم طاهر أو حسين الشحات. دولة في المنتخب طبعا، البعض عاد البعض طبعا جاء، ولكن لديك هنالك أيضا من المصابين. هيا أوه بالضيع يابات ايضا لدى المكسيكيين. تبعد مجدي افشه في الكرات الماضيه، تعود الان للامام. الانطلاقه موجوده في الكرات الماضيه. كانت هذه العلاقه القديمه المتجدده التي تزداد مع الزمن رسوخا ولله الحمد بين الشعبين العريق. الاهلاويه تدعو له في مباراه اليوم لانه الرجل الموجود، لكن المهمه ليست سهله. والانطلاقه الان، ويواصل نادي مونتيري المكسيكي حتى الان حضوره. برافو ابعاد الكرات الماضيه لازالت في ارضيه الملعب، وجدا هذه خطيره جدا للامام. التسديده الله 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 خطير مكسيكي، نعم خطير جدا. الفريق الاكبر حضورا في هذه البطوله منذ بطل الكونكاكاف. هذه خطيره جدا، كره تلعب جميله. حسين الشحات الله الله طبعا فك في مباراة اليوم. التسديدة قوية جدا، ربما هذه التسديدة الخامسة السادسة في المباراة، ولا زلنا فقط في الشوط الأول ولا زلنا حاضر الآن. وأليو ديانج في الكرة الماضية، وأليو ديانج يرتكب خطأ في هذا المكان الخطأ. طاهر لكن عندك أيضا تسلل. ضربة حرة مباشرة خطيرة جدا الكرة الماضية. نعم فريق خطير ويتس نادي الاهلي. هذه كره فيها مرور، لكن كره الى ضربه ركنيه. اول فريق مكسيكي. سلام على مرمى نادي الاهلي، كره تلعب عاليه وللامام، والكره خطيره. خطير جدا نادي مونتيري ولكره القدم. الله على ابو ظبي عندما تستضيف هذا الكم من الاحداث الرياضيه، ليس في كره القدم. مارادونا اجمل من لعب كره القدم. الان بلد عريق في كره القدم كما يعلم الجميع. خطيرة الكرة الماضية، لكن أليو ديانج يا سلام. طاهر محمد هيا جول. اوه حسين الشحات الكرة الماضية. أن الأهلي قادر إن شاء الله. نعم الآن هذه كرة تلعب عالي وخطيرة، فرصة يا علي معلول. الله هيا جول الله الأهلي إن يتعمل موال وأحلى موال. صوت سمعني كده يا كرامي؟ سمعك يا سيدي. كويس. اسمع كده بقى، لا مونتيري ولا أجيري، أنا الأهلي مفيش غيري. بلاعب مين هلاعب مين ما بسألش، بدوس على الكل وأنا بمشي، وما بقولش أنا ناقص وعندي صروف. ماليش في الخوف، ده شيء في جيناتي، وما بقولش عشان معروف. فلو تستنى ليا فضيحة تبقى خلاص.